كاين طلبات كثيره ياك اي كاين نبداو كثيرة اي نبداو على بركة تحاولوا الله من سبب تبييض المناطق الحساسة. تبييض المناطق الحساسه. عندنا بغاو الوصفة اللي عطات واحد المستمعة، عطات شبة مطحونة مدقوقة بحال الدقيق تتخلط بواحد الكريم الكريم ما ورا الطيش، يمكنناش نذكروا الاسم ديالو. الوطة ديالو راه زرقاء فعلا معروف، هو قديم، اييه تيتخلط تيولي بحال الكريمة وتيبقاو يدهنوا بيه. واخا. والوصفة ديال الأخت حورية على سبيل المنطقة الحساسة، معلقة ديال الياغورت الطبيعي، معلقة ديال الشبة مطحونة، ثلاثة المعالق ديال الماء في البطاطا، ثلاثة المعالق ديال الجليسيرين، تيتخلط مزيان وتبقى تستعمل يوميا مدة أسبوع تتبان النتيجة. بالنسبة أختي، واحد الأخت عيطت لي هاد الصباح تتساءل على الوصفة التجميلية اللي عطيتي الصباح، قالت لك واش ممكن تستعمل البشرة الحساسة؟ أنا كنت درت بالنسبة للبشرة الحساسة للعسل وخيزو. العسل والعصير ديال الليمون ممكن لأنه دفيه يبقى ديرو جنجيرة. بالنسبة أختي ندوزو دابا لإزالة البطن ديال الأخت سعاد. فعلا كثير من المستمعات تواصلوا معايا اللي كيطلبوا هذوك الوصفات ديال الحد من الثروات، خصوصا انه قالت راه مجربه راه نقصت من الوزن. هي انا غادي نعاودهم ليهم. الله يجازيك بخير. بالنسبه لازاله البطن عندنا زوج معالق كبار ديال اتاي حبوب، زوج معالق كبار ديال السلميه يابسه، زوج معالق ديال القرفه مطحونه حامضه مقسومه على جوج، اربعه المعالق ديال السكنجبير مطحون، زوج معالق ديال الكرويه مطحونه مع جوج إترو ديال الماء غليان، كلشي تيبات ليلة كاملة، وفي الصباح ياخدو كاس في الصباح وفي الغدا وفي الليل مدة أسبوع. نعود إزالة البطن، جوج معالق ديال أتاي حبوب، جوج معالق ثانية يابسة، جوج معالق قرفة مطحونة حامضة مقسومة على جوج، أربعة المعالق ديال الكنجبير مطحون، جوج معالق ديال الكروية مطحونة مع جوج إترو ديال الماء غليان، تيبات ليلة كاملة في الصباح، كأس ياخدو كأس في الصباح وفي الغداء وفي العشاء مدة أسبوع. واخا هذه الحد من تخفيف من البطن. إيه بالنسبة للترهلات البطن ولا في أي اللي تتعمل، عندنا ثلاث معالق ديال العسل الحر ومعلقة ديال الشبة مطحونة، تيتخدمو حتى يوليو بحال البوماد، يدهنو البطن ديالهم ويلبسو البلاستيك الغذائي. واخا. ربع ساعة ثلاثة المرات في الأسبوع. ثلاثة معلقة ديال العسل مع معلقة ديال الشبة مطحونة، نخلطهم حتى يوليو كريمة ونديروهم على الماكلة هنا في مترهلات. ايه وتنديرو في بلاستيك غذائي. ربع ساعة ثلاثة المرات في الأسبوع. واخا. بالنسبة أختي للبشرة حساسة وفيها الحبوب، عندنا كاس ديال الورد، كاس ديال الورد وكاس ديال البابون الكاس الصغير، جوج كيسان ديال الماء طايب تنغطيو ليبان، تيبات حتى للصباح، تبقى تمسح بيه الوجه ديالها بلا صابون، وتتاخد واحد القناع فيه معلقة ديال العدس مطحونة، معلقة ديال الخرطال، معلقة صغيرة ديال العصير الحامض، وتتجمع كل شيء بالماء ديال الكرم، تتوضعو على البشرة ديالها 15 دقيقة، تتغسل بالماء دافي، ومن بعد تتمسح بالماء ديال المعدنوس. ومن بعد نمسحو بالماء ديال كل ليلة تتمسح بالماء ديال الخوف من تبغي تنعس، وتتبع هاد العلاج مدة أسبوع. هادي البشرة حساسة. البشرة حساسة وفيها الحبوب. واخا. والشربة فيها الخيزو والزبيب والكرم والمعدنوس والماء وقريصة ديال الملح، من تطحن تتنسم بشوية ديال الزعتر. هذا علاج متكامل اللي كتقدمت لنا حورية اختصاصية التجميل للحد من المشاكل الجميلية اللي كتعاني منها البشرة الحساسة. ندوزو دابا تبييض الوجه. تبييض الوجه. عندنا معلقة ديال الزنجبيل المطحونة. معلقة الزنجبيل المطحونة. ومعلقة ديال الياغورت الطبيعي. معلقة ديال الياغورت الطبيعي. ومعلقة ديال الخرطال. معلقة دقيق الخرطال. معلقة صغيرة ديال العصير الحامض. معلقة صغيرة ديال العصير الحامض. وتتجمع بالماء ديال الكرم. ايوا ونجمعو بالماء ديال الكرم. كتستعملها يوميا. واخا هذا قناع يومي لتبييض الوجه. وبالليل تتاخذ ثلاثة المعالق ديال الماء ديال البطاطا مع قطارة ديال الحامض دائما، وزيت زنجلان وسيدة تبقى تمسح بها من الليل. واخا يعني كاين جوج الأقنعة وجوج الوصفات اللي نلتزموا بهم لتبييض الوجه. ندوزو دابا للزيادة في الوزن. غادي نعطي الوزن ديال طلبوا ديال الأخت حورية وديال الأخت جلولة. غادي نعطي دابا ديال الأخت حورية. عندنا ربع ديال الشريحة،
ربع ديال الشريحه، وعندنا كاس ديال الحلبه، كاس ديال الحلبه، داك الكاس ديال الحلبه تنضيفوا ليه 4 الكيسان ديال الماء طايب. بالنسبه للحلبه هذاك الكاس ديال الحلبه تنديروا في كاسرونه تنضيفوا ليه 4 الكيسان تنخليه يطيب مزيان حتى تطيب لينا داك الحلبه مزيان. يطيب تنطحنوها مع الشريحه وتنبقاو ناخذ 2 معالق بالابل على طول النهار. الشريحه مفوره يا كانت قالت لنا ولا لا؟ الشريحه غادي تطحن مع، غادي نطحنوها غير مغسوله وناشفه وغادي نطحنوها مع داك الحلبه، مع داك الكاس اللي طحنا ديال الحلبه مع الماء. الوصفه الثانيه ديال واخا لا فهمتي، وبالنسبه يعني ناكلوهم قبل من هي قبل الاكل ناخذ 2 معالق من هذا الخليط، 2 معالق قبل الاكل على طول النهار. واخا بالنسبه ديال الاخت جنونه عندنا 5 المعالق ديال سيغيلات القمح، 2 معالق ديال الحليب غبره تنجمعوا بالحليب المركز المحلى. ياخذوا هذه الوصفه بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. واخا بالنسبه لافتتاح الشهيه عندنا 10 غرام ديال املوج تيطحن مع العسل، ياخذوا معلقه صغيره مع كاس ديال الماء قبل الاكل بربع ساعه. هذه الفتح الشهيه، الفتح الشهيه. ندوزو دابا الخطوط حمراء في الجسم، هي لا فيرجيتور. واخا تناخذوا تندلكوا الجسم ديالنا بواحد 2 معالق ديال زيت زنجبلان و 2 معالق ديال خل التفاح. تنبقاو ندهنوا الجسم ديالنا على طول النهار. ولا كان هذوك الخطوط بيضين تناخذ 3 المعالق ديال زيت زنجبلان مع 3 المعالق ديال الماء الكرم. تقدلك بهم بحركات دائريه وتتلبس لاكين ميديكال. ايه هادو لحد من لي فيرجيتور ولا تخفيف من داك اللون ديالو. بالنسبه لتسمية الساقين عندنا قرعه ديال زيت الحلبه كندرس هذاك الاسبوع والاخت ما فهمتش انا نعاود نشرح ليها. عندنا قرعه ديال زيت الحلبه وقرعه ديال زيت جميل القمح والخميره ديال الخبز واي كريم مرطي تستعمل هي. فتاخذ مثلا القياس اللي غادي يقدم مثلا معلقه من زيت الحلبه ومعلقه من جنين القمح ومعلقه من خميره الخبز ومعلقه من الكريم، تكون المقادير متساويه. متساويه، كميات متساويه. تتجمعهم تخلطهم مزيان وتبقى تدلك بهم. واخا. بالنسبه اختي للترهلات في الجسم عندنا 4 المعالق ديال عصير مطيشه و3 المعالق ديال زيت البلديه. تبقى تدلك به الجسم ديالها كامل. ندوزو اختي دابا الهرمونات، واختي اللي عندها الهرمونات ضعاف. واخا. غادي توقف من الاكل ديال اللحوم وتكثر من الخضار والشربات. الشربه عندنا فيها قطه ديال المعدنوس، نص ديال البروكولي وليزيبينار، القرعه الخضراء وطريف ديال ليشو الاحمر. واخا. كيطيبوا في الماء الكافي مع قيصه ديال الملح والطحن تبقى تاخذها يوميا على طول النهار. ايه هذه الشربه. ندوزو اختي الامساك، عندنا 5 ديال الشريحات تنقطعوهم بالليل ونكبوا عليهم واحد الكاس ديال الماء طايب ونخليهم حتى للصباح، وتنضيفوا ليهم معلقه ديال زيت البلديه ومعلقه ديال زريعه الكتان وتتشرب على الريق. الشربه فيها الكرم، 2 باربات، 3 ديال الشريحات، معدنوس، معلقه ديال الورد البلدي. الا كان عندها المشكل ديال السكر تتزول الشريحه. غادي نعاود بالنسبه للامساك، عندنا 5 ديال الشريحات تتقطعوا بالليل وتتكب عليهم واحد الكاس ديال الماء طايب، في الصباح تضيف ليه معلقه ديال زيت البلديه ومعلقه ديال زريعه الكتان وتتشرب على الريق. بالنسبه للشربه عندنا الكرم، 2 باربات، 3 ديال الشريحات، معدنوس ومعلقه ديال الورد البلدي. الا كان عندها المشكل ديال السكر تزول الشريحه. بالنسبه لتقويه الحجبان عندنا 7 ديال الحبات ديال العظم ديال التمر محروقه مع راس معلقه ديال القنفل حتى هو محروق، تيتخلطوا بزيت الخروع، تنديروهم في واحد القرعه وتتبقى تراسي بهم بالليل الليل الليل الليل. لتقوية الحجبان، تقوية الحجبان عنده وصفة لتقوية الحجبان تفضلي لينا. بالنسبة لتقوية الحجبان عندنا 7 الحبات ديال العظم ديال التمر مع معلقة صغيرة راس معلقة ديال القنفل، تيتحرقوا ويدقوا مزيان، تيتجمعوا بزيت الخروع وداروا في واحد
القريعه وتبقى تراسي بيهم الليل للحجبان ديولها. بالنسبه اختي للنمش في الوجه، عندنا معلقه ديال الخرطال، معلقه زيت البلديه، كتجمع بالماء ديال الخيار ولا الماء ديال الوراق ديال الكرموس، وتبقى تستعملها يوميا. بالنسبه اختي الاخت اللي عندها اليدين ديولها ما تيسخنوش ليها، غادي تدلك بالزيت البلديه مع شويه خزامه مطحونه، تبقى تدلك بها يوميا، وتطيب واحد 7 شريحات في كاس ديال الماء، وتضيف ليه شويه ديال الكرافس، يتغلى هادشي كلشي ويتصفى. وداك الماء تضيف ليه 3 المعالق ديال زيت الكاليبتيس، وتديرهم في قرعه، وتبقى كل ليله اللي تقد لك بها اليدين ديالها وتلبس الليكات. وهاد الوصفه تطلق حتى الرجلين. ممكن نديرها اليدين وكذلك الرجلين. حتى الرجلين غادي نعاود ليها. بالنسبه للسيده اللي عندها اليدين ما تيسخنوش، تدلك بزيت البلديه مع شويه ديال الخزامه مطحونه، وتطيب واحد 7 شريحات في كاس ديال الماء ومع شويه الكرافس، يغلى ويتصفى، وتخلطه مع زيت البلديه والخزامه، وتبقى تدهن به، تضيف ليه زيت الكاليبتيس وديرهم في واحد القرعه، وتبقى من اللي تدلك بهم اليدين ديولها، تتلبس الليكات وحتى الرجلين اللي كان عندها هذا المشكل في الرجلين. بالنسبه اختي الحكه، السيده كانت حامله وجاتها الحكه في العنق ديالها وبقى فيها لدابا وخا ولدات، تاخذ كاس ديال النخاله مع 2 كيسان ديال الماء، يباتوا مرطبين، وفي الغد تتغليهم ويتصفى، وتضيف ليهم 4 المعالق من العصاره ديال الكرافس، يتخلطوا وتدهن بالعرق ديالها حتى الجسم ديالها كامل. تفضلي. ندوزو اختي للكلف والبشره حساسه. عشان المشكل ديال الكلف. وعندها البشره حساسه. معلقه ديال الخرطال، معلقه ديال الورد البلدي، معلقه ديال الروز مطحون، معلقه ديال الياغورت مسوس، تيتجمع كلشي بالماء ديال الكرنب ولا الماء ديال الخبيزه، تبقى تستعملها يوميا. بالنسبه للسيده اللي عندها الشعر رطب من القدام وحرش من التحت، كاس صغير ديال زريعة الكتان مطحونه، تتغطى بالزيت البلديه، ديرها في حمام مريم، من بعد تبقى تجبد بها الشعر ديالها. بالنسبه للاخت اللي تتعاني من الالم البواسير، معلقه ديال الزعتر مطحونه، تتخلط بالزيت البلديه، تبقى تدهن به المكان ديال البواسير، تبتعد عن الفورس، وتتدخل في الاكلات ديالها الورد البلدي وزريعة الكتان. يعني في الماكلات تبقى ديولة في شوربه، دير الورد البلدي ولا زريعة الكتان. وزريعة الكتان، وتكثر من بالليل الشوربات ديال الخضار. دابا اختي الالم ديال الحلق. واخا الالم ديال الحنجره والحلق، ناخذوا الماء ديال العصاره ديال اللفت، تنضيفوا ليه العسل الحر وسكنجبير، وتبقى تغرغر بهم. بالنسبه اختي اللي قاد في الصالون، ناخذوا 1/4 ديال الزعتر، قليصه ديال الملح، والتفاحه، وما الكافي باش غادي يطيب هذا الشيء. من بعد ملي تطحن، تضيف معلقه ديال الخروب مطحونه ومعلقه ديال النافع، تشربها يوميا. التفاح وخيزو مع شويه ديال الملح يطيبوا في الماء الكافي، وملي نطحنوهم نضيفوا ليهم معلقه صغيره ديال الخروب ومعلقه صغيره ديال النافع. ديال النافع مطحون. واخا. وتبقى تشربها يوميا، وتبقى تاخذ الماء ديال الماء والنعناع. بالنسبه للالام ديال الدوره الشهريه، معلقه ديال الخزامه، معلقه ديال الكرويه، تنكبوا عليهم واحد الكاس ديال الماء طايب، وتتشرب 3 مرات في النهار قبل العاده الشهريه ب7 ايام. من بعد تاخذ الاوراق ديال الكرم، تتفورهم ودهنهم بالزيت البلديه، ومن تقدر تستحملهم تحطهم على الكرش ديالها، وتكوي عليها البلاستيك الغذائي. مفهوم اختي سناء؟ ايه مفهوم. بالنسبه للالام المعده، عندنا عصاره ديال البطاطا الحلوه ومعلقه ديال زريعة الكتان، تاخذ ديك العصاره تضيف لها ديك المعلقه ديال زريعة الكتان وتاخذها، ومن بعد تاخذ لاصو فيها البطاطا حلوه